ويليها كلمة الشكر في اللغة العربية تقوم بإلقاء أختنا عندنا بطري أولياء فلتتفضل مشكورا Bismillahirrahmanirrahim Assadatul Mukarramun Ru'atu Mu'ahdi Darul Qalam Littarbiatil Islamiyah Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Syahiduddin Al-Ustazah Al-Hajah Enahwainah Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Mahdi Al-Ustaz Al-Haj Hatim Fannani Ashabul Fadilah Ru'asau Mu'ahdi Darul Qalam Littarbiatil Islamiyah الأستاذ الحاج ادي رسيخ الدين الأستاذ الحاج نهر العلمي عارف الأستاذ زاهية برناوي بوا صاحب الفضيلة رئيس معهدي لا تنسى للتربية الإسلامية الأستاذ الحاج أدريان مفاتيح الله كريم الاستاذة الحاجة إرناواتي صاحب الفضيلة السيدة الحاجة نيناء حسنة وأهلها أيها الأساتذ والأستاذات الكرام، أيها الآباء والأمهات الأفاضل، ويا أيها الحاضرون والحاضرات السعداء. أحييكم تحية داعية إلى الأخوة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل العلم وسيلة لبلوغ السعادة وفتح باب العلم لمن طلبه وهو الفتاح العليم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقبل كل شيء يسرنا ان نشكر الله عز وجل على نعامه الروحيه والجسديه حتى نستطيع ان نصل الى هذا اليوم السعيد الذي انتظرناه سنوات بكل صبر زملاء السعداء ان هذا اليوم يوم تاريخي يشجع كفاحنا وجهادنا في العصر المستقبل واليوم اكملنا دراستنا وأتممنا ما لدينا من الواجبات في هذا المهد حتى وصلنا إلى الغاية المرجوة ولا يكون ذلك إلا بالهمة وبذل الجهد والصبر والإخلاص فكم رأينا طلابا لا يصلون إلى أقصى غايتهم وليس لهذا الأمر من سبب إلا أنهم لا يجدون في طلب العلم ولا يصبرون على المشكلات ولا يخلصون في الكفاح والجهاد اخوتي واخواتي في الكفاح والجهاد اليوم حصلنا اليوم حصلنا ثمرة حلاوة ثمرة الجد والصبر والاخلاص فلا شك ان من جد وجد ومن صبر ظفر وما اللذة الا بعد التعب ونحن على اليقين من ان لكل شيء طريق وطريق النجاح الجهاد في سبيل الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سوره العنكبوت الايه التاسعه والستون ikhwati wa akhwati fid din laqad marat bina arba' sanawatin aw sittu sanawatin kunna nata'allamu fiha tahta zilali daril kolam. hatta nakuna an fil yawmil akhir min dirasatina fi dalam mahad ayyuhas suada كم لنا في هذا المعهد من ذكريات وانطباعات حتى لا يمكن لنا أن نصفها بالكلام لأن التربية في هذا المعهد تؤثر في نفوسنا تأثير كثير فكل ما نراه وما نسمعه من الحركات أو الأصوات في هذا المعهد يكون عاملا من عوامل التربية العقلية والخلقية وكل ما يجري في هذا المعهد من الأنشطة ala asasi ta'limillahi allati ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lisa'adatina sa'adatina fid dunya wal akhirah ma ajmal al hayat fi hadzal mahad kanahu jannatul khuldi haba nabatihi fil hawai fa'attara فعشنا فيه متعاونين ومتحابين ومتعاطفين كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا فلا فرق بيننا في الحقوق والواجبات لما في هذا المعهد من الاخوه الاسلاميه. رفقاء السعداء حقا كانت دراستنا في هذا المعهد ممتعه تعلمنا فيه العلوم الدينية التي تنفعنا كثيرا للحصول على السعادة في الدنيا والآخرة وتعلمنا فيه العلوم العامة التي ترتبط بالحياة الدنيوية ومررنا بتجارب نافعة وتعاملنا مع السادة المحترمين من الأساتذ والأستاذات فيا أيها الأساتذ والأستاذات الكرام ما أكبر فضلكم علينا في هذا المعهد لأنكم تربوننا وتعلموننا وترشدوننا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ولولاكم لعشنا جاهلين ومحتقرين بين الناس ولكم منا ألف ألف شكر على فضلكم وندعو الله أن يكون ذلك في صحائف أعمالكم الصالحة الجاري ثوابها لكم أيها الآباء والأمهات الأفاضل إن لكم فضلا كبير علينا لأنكم ترعوننا وتربوننا منذ صغرنا إلى كبارنا وتدفعون نفقات دراستنا في هذا المعهد واليوم نعود إليكم لنعيش معكم وليس لكم عندنا إلا أن نشكركم شكرا جزيلا ونسعى في الإحسان إليكم وإطاعتكم سر وعلانية في غير معصية مدة حياتنا معكم أيها الزملاء من السنة الأولى إلى الخامسة اليوم يوم الفروق بيننا وبينكم ولا تحزنوا فإن الحزن لا يكون بالفروق وإنما يكون باللقاء أيها الزملاء الكرام إن لكم غرضا نبيلا في هذا المهد فحققوها بكل جهد وكونوا مخلصين في الكفاح والجهاد وملتظمين بنظام المهد Fabidalik tasiluna ila aqsa ghayatikum. Hada wa narju min Allah taala subhana ayyuhayya lana min amrina rashada wa yaktuba lana najahan bahiron fi umur. Wa akhiran nasta'fikum wa nashkurukum ala timamikum wa qad hanal waqtu Wada'an ya darul kolam Masallamah ayyuhaz zumala wa ilal liqa'i bi mashiati llah fathun minallahi nashrun minallahi wa fathun qarib wassalamu alaikum wa